يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم من حد الموافق 16 أكتوبر 2022. في الحقيقة يمكن من امبارح حديث الغالبية العظمى من المصريين عن حالة الطقس، والسبب إن الجو بقاله يومين فيه شوية من التقلبات وعدم الاستقرار في الطقس. بنلاقي بالنهار بيبقى الجو فيه دفء شوية، لكن بالليل بيبدأ اللي هو يبرد، ده غير إن بدأ يبقى فيه أمطار خفيفة على عدد من المناطق، وده طبيعي في فصل الخريف لأن بتكون في أجواء غير مستقرة في الطقس في فصل الخريف، وهو ده اللي احنا متعودين عليه. لكن يمكن الجديد بسبب تغيرات المناخ هو فكرة عدم التنبؤ أو قدرة الأرصاد بالشكل التنبؤ بالشكل الجيد زي ما كان بيحصل في السنوات الماضية تحديدا، لأن أصبحت مواعيد النوى تحديدا غير معروفة. ويمكن هو ده اللي قال عليه امبارح سيادة اللواء محمد الشريف محافظ اسكندرية، إنها تضرب اسكندرية أول النوات، هيكون النهاردة بنسبة هطول لأمطار من خفيفة لمتوسطة، واحتمال يكون في يعني نوع من أنواع الأمطار الرعدية بنسبة بتقدر ب80%. عشان كده بدأت المحافظات كلها مش بس اسكندرية إن هي تستعد بدري لموسم الأمطار، وبالتحديد المحافظات الساحلية اللي ليها طبيعة خاصة تحديدا زي ما قلنا اسكندرية، مطروح، دمياط، بورسعيد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، ده بالإضافة كمان لمحافظات الدلتا. لكن خلونا نقف شوية عند محافظة اسكندرية، لأن يمكن محافظة اسكندرية تحديدا هي ليها طبيعة خاصة، لأن الكل بيحب اسكندرية سواء كان في فصل الصيف تحديدا أو فصل الشتاء، لأن أنا بشوفها هي المحافظة التي لا تنام، دايما فيها توافد أو في توافد عليها طول أيام السنة. في ناس بتحب تستمتع باسكندرية في فصل الصيف، وفي ناس أخرى بتستمتع باسكندرية في الشتاء. عشان كده بنلاقي دايما غرفة إدارة الأزمة في محافظة زي محافظة اسكندرية هي منعقدة طول أيام السنة، سواء كان في الصيف لمواجهة التكدسات، وفي الشتاء زي اليومين دول تحديدا بنلاقي في يعني انعقاد مستمر، بنلاقي كمان في انتشار لمعدات وسيارات هيئة الصرف الصحي في المناطق اللي بيحصل فيها تراكمات لمياه الأمطار. وتم الإعلان عن خط ساخن مستمر وشغال على مدار اليوم رقمه 175، رقم الخط الساخن للإبلاغ عن أي تجمعات خاصة بالمياه 175. ده غير أن اسكندرية بيتم فيها تنفيذ 3 مشروعات، هي مشروعات عملاقة في 3 مناطق، بنتكلم على الشاطبي، بنتكلم على كليوباترا ولوران، وتكلفة إجمالية ليها 160 مليون جنيه. السبب أو الهدف من المشروعات دي تحديدا علشان يكون في حل جذري لمعالجة أزمة مياه الأمطار في محافظة اسكندرية تحديدا. طيب خلونا نروح لدمياط، لأن دمياط يمكن فيها الموضوع مختلف، لأن في تطهير لبلوعات صرف مياه الأمطار والتأكيد أو التأكد من جاهزية هذه البلوعات والمرافق وسيارات الكسح كمان والمعدات اللازمة للتعامل مع أي كميات خاصة بالأمطار أو هطول الأمطار المتوقع خلال فصل الشتاء تحديدا. وده نفس الكلام اللي بيحصل في كفر الشيخ، لأن كفر الشيخ والأليوبية ما اختلفوش تحديدا عن دمياط وباقي المحافظات اللي كمان بتستعد بشكل كامل لأي حالة من حالات الطوارئ اللي بتتعلق بالأمطار خلال الفترات اللي جاي. وبمناسبة يعني الأمطار وهطول الأمطار، احنا هيكون معانا فقرة مهمة عن ازاي نقدر ان احنا نحمي نفسنا من الأمراض المرتبطة بتقلبات الجو، لان احنا زي ما احنا عارفين مع بداية فصل الخريف تحديدا ودخول الشتاء بنلاقي فيه ظهور لدور البرد، ومع وجود كورونا بيبقى فيه اختلاط ما بين ده برد ولا كورونا، كمان الالتهابات الخاصة بالجيوب الأنفية والمشاكل الصحية
اللي دايما بتظهر مع تغيرات الفصول، ازاي اللي احنا نقي نفسنا منها، ازاي اللي احنا نقدر نتعافى بشكل اسرع من هذه الامراض. ده اللي احنا هنقدر اللي احنا نناقشه في حلقتنا النهارده. لكن خلونا نستمتع باجواء الشتاء، باجواء الخريف تحديدا، ايا ما كان بقى، في حر الصبح في بالليل. خلاص احنا بدانا اللي احنا بنقول اللي احنا في مرحله التكيف مع التغيرات المناخيه التي تحدث الان في العالم ككل، مش بس في مصر. لكن مفيش حاجه هتعكر صفو المصريين، ده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا متاكدين منه. ان شاء الله هنعدي، وان شاء الله اللي جاي كمان هيكون افضل. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.